السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم محيط موجتهم. السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل أو في الخارج. اليوم رانا في مدينة دانكرك الفرنسية على الساحل الفرنسي. اليوم راح نشوفوا خوتنا هنا مقيمين هنا في دانكرك، نقصروا معاهم على الخصوص خونا بلال. السلام عليكم خويا بلال. السلام عليكم أمي صالح، واش راكم؟ لاباس الحمد لله. واش راكم؟ لاباس الحمد لله. انتم لاباس الحمد لله خوتنا. خويا مرحبا بكم أمي صالح. بارك الله فيك. قرداش صافا شويه. خاوتنا هنايا جاليه الجزائريه، اخونا بلال يعني نعرفه منذ سنوات. خاوتنا هذا اخ تركي معنا، مشكله مع خاوتنا هنا السوريين والاكراد والعراقيين في المنطقه الساحليه هذه، راهم مساكن يباتوا برا ويعانوا هنايا، حابين يروحوا لبريطانيا. بريطانيا كذبوا عليهم الناس، قالوا لهم باللي هي جنه، لكن الناس هنا راهي تموت في البحر. وعلى كل حال خلوا بعدين يعني اذا تحت الفرصه نهضروا مع السوريين هنايا، ونخلوا خاوتنا بلال يتكلم. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. واش حبيت نقول لكم؟ اللي الوضعيه صعبه هنايا وماشي سهله، والناس تكذب والناس تقول بلي الناس هي تدخل وبصح ما كاش منها، والمهربين هذوك صعب بزاف بزاف. وان شاء الله ربي حبيت نقول لك يسهل لهم. وحبيت نذكر برك الاخ هذاك تاع باري اللي قال بلي في تركيا الناس تمشي ومقدونيا قدامنا، صح عنده الحق وماشي سهله، وربي يكون معاهم ان شاء الله وربي يسهل لهم ان شاء الله. هذا واش حبيت اخويا؟ كما تعرف دوكا تشوف هذا الدور منا، كما راك تشوف كاين هذه المنطقه هذه دور معايا، دور منا كما راه مريحين في القهوه هذيك، كانوا كلهم يعني ناس عايشين هنا حالتهم مسكين ميزانيه وربي يعرف حالهم. هم جماعات في جزائريين في المنطقه الاخرى في كالي، نحاولوا كيف نصورهم بعد الى لقيناهم. ابي دوسن قرداش نظري العمو هاي. فهذو خوتنا فحالتهم مساكن، تشوف الحاله يباتوا برا يتمنوا الدخول الى انجلترا. انتقلنا الى هذه المنطقه باش نشوفوا الناس هم جماعات. تقدر تصور الناحيه الاخرى اخي، فبالتالي يعني ربي يكون معهم ونتمنوا الخير لكل واحد. مساكن هذو جاوا لهنا، لو كان بلدانهم مليحه ما يجوش لها. طبعا الحروب يعني لا ريت الدول الغربيه عالجت المشكله من خلال يعني نظام بين قوسين بشار الاسد هو السبب هذا السوريين والحروب في المنطقه. هنا كاين برد بزاف، وهنا رانا في النار، منطقه ساحليه ورانا في النار تاع فرنسا والبرد بزاف. هنا راك تشوف رانا في فصل الصيف، هنا رانا في اوت، وراك تشوف الحال المغيم البرد شويه، الحال شويه بارده مي صالح. تقول لنا كلمه، انتم عايشين هنايا؟ عايشين هنا انتم؟ يا اخو واش نقول لك، الجهه هذه بارده بزاف، مساكن خوتنا السوريين او العراقيين الله غادونا مليح. واش نقول لك يا اخو، جوزو جاو من بلادهم حسبت لهم هنا يلقاو الحاله مليحه وقدامنا، يا نورمال الله وين تروح تاكل معيشه. واش نقولوا، الله غادونا بزاف، حنا ما قدنا نديروا لهم والو. هما حابين يدخلوا بريطانيا، هما حبوا يدخلوا بريطانيا. عم بالهم كنسقسينا واحد، عم بالو البر، عم بالو راهي نساو باللي راه بحر. الاخ السوري هذاك ما على بالوش بلي كاين بحر ما بين عم بالو الارض راح يمشي وبريطانيا. حتى قلنا له بلي حنا كاين بحر، والبحر هذاك على بالكم بلي مكهرب فيه التراني يمشي تحت الماء وكلش، وعم بالهم ساهله ما هي ماشي ساهله. عندنا خونا اروح خوتنا هذا جزائري ماشي اروح قول كلمه اروح. السلام عليكم. او طايح خشين هيا 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 خلينا اروح نستهدر اروح عليكم وربي يعاونهم ان شاء الله بغضونا كاع وربي يسهل عليهم. ساكن دائما هكذا جاي الشتاء وشتاء ربي يكون معاهم. قرداش السلام عليكم. عليكم السلام. ترك جاب اليوم الجزائر؟ ترك جا ربجا قرداشلار جزائر ترك جا قرداشلار قرداش قرداش قرداشلار بوردا قرداش جزائر قرداش تركيا قرداش توم قرداش توم تا قرداش. هذا خونا تركي عايش هنا، مولود هنا في فرنسا، لكن عايش مع الجاليه ابناء الجاليه الجزائريه هنا في دونكرك. دونكرك وكالي فيها جاليه كبيره خاصه المغاربه والناس كبار في العمر، وكذلك الجاليه صغيره هنا. هذا موضوع اخر، لكن يعني هذا الاخ تركي وعايش مع الجزائريين اخوه. نعاونوا نشوف خوتنا هذو هم نشوف وضعيتهم، يعني مساكن وضعيتهم ميزانيه. راكم تشوفوا لهيه هناك، تشوف هذيك قهوه كلها ريستورا، هذيك مقهى مغربي كلها مكتظه يعني بالاشخاص. نحاولوا نصور لكم بعد معاهم اذا يعني التصوير معاهم صعب شويه، لكن نحاولوا ان شاء الله.
نترككم بعد حين اخي وبارك الله فيكم بعد حين ان شاء الله. خوتي بعد ما صورنا مع في دونكرك اتضح باللي هذو غالبيتهم اكراد ايرانيين واكراد من تركيا واكراد من العراق، غالبيتهم انهم اكراد وليسوا بسوريين، فيه قلال من خوتنا السوريين وحابين يدخلوا لبريطانيا، ويعني المهربين هذو ياخذوا عليهم درام كبار، وكاين الناس ما يقدرش يفرق لنا بين بريطانيا وفرنسا البحر، فبالتالي هذه خطورة عليهم. كاين كما سمعتوا هذاك المصري اللي تكهرب من الترافيا فيها الالكتريسيتي، ربي يكون معاهم. يعني كاين ما حبوش نصورهم، قال لك خايفين على السلطات هناك في تركيا والدول الاخرى يعني يزيدوا مع يعتقلوا اولادنا ويقتلوا اهلنا الى اخره. المهم خوتي ربي يكون مع كل واحد، وهذا هو الناس كل واحد وظروفه، والله يكون مع كل واحد. يعني يغيظك واحد يشوف هكذا كيفاه وشاكنين في واحد الكامب قال لك يعني ما تخش تدخل ليهم للطين وحالتهم حاله. المهم الله يكون مع كل واحد خوتي، والسلام عليكم.